الباحثة في الشأن السياسي سهاد الشمري تنضم إلينا الآن مباشرة من بغداد. أهلا ومرحبا بك سيدة سهاد. بداية، ما أوجه الاعتراض على المادة 409، وأيضا ما هو بديلها بالنسبة لمعاقبة قاتل زوجته أو أخته المتلبسة بجريمة شرف أو جريمة مخلة بشكل عام؟ تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام، وأهن حضرتك أيضا وكافة النسوة في العالم والمرأة العراقية بشكل خاص بيومها هذا التي هي كانت ساند لأبيها وأخيها، ولم تكن نصف المجتمع، كانت أساس وعماد المجتمع العراقي نظرا لما مر به من ظروف قاسية. نعود الآن لسؤال حضرتك قبل قليل. المادة 409 هي من المواد الدستورية التي أوجبت للرجل حكم 3 سنوات فيما يخص القتل، قتل زوجته أو أحد محارمه أنت كانت متلبسة بجريمة شرف. ونفس هذه العقوبة إن كانت الزوجة رأت أن رجلها متلبس بنفس الوضع، فكانت عقوبتها أن تقع عليها أقصى عقوبات الممكنة في قانون الدولة العراقية، وهذا أيضا من عدم المساواة والموازنة حتى في العقوبات في الدولة العراقية. وهناك أيضا المادة 41 التي تجيز للزوج حق تأديب زوجته وضربها بحجة تأديبها، وأيضا هي المادة 398 من قانون الدستور العراقي التي تخص الاغتصاب ويعاقب المغتصب لمدة 3 سنوات. تصف هذه عقوبة أن يتزوج المجني عليها، ومن ثم بعد 3 سنوات تسقط عليه هذه الحقوق، يعني على حق يطلقها أيضا بعد مضي 3 سنوات. تعتبر العنف ضد المرأة بوجه عام من أهم التحديات التي تواجه من يساهم في يعني تسهيل أمور المرأة في المجتمع العراقي أو إقرار قوانين تخص المرأة، وهي هذه القوانين لطالما عطلت في إدراج البرلمان بحجة أنها تؤثر على المجتمع العراقي وتجعل من المرأة تتمرد على أبيها وأخيها وزوجها الرجل في المجتمع. فبالتالي مجتمعنا تغلب الأعراف العشائرية وعلى النظم القانونية، وأيضا هناك أسباب عديدة لهذه الغلبة لأنه قلة الوعي المعمق والأسباب الجذرية لمعرفة أسباب هذا العنف أيضا لدى النساء وصناع القرار في الدولة العراقية. الدولة العراقية قوانينها تجحفت كثيرا بحق المرأة، ولم تتلقف النساء التي ينادين بحقوق المرأة بصورة صحيحة، لكن نعول الآن على هذه الدورة البرلمانية التي اجتازت فيها النسوة العراقيات يعني ما يتعدى 25% من وغلبت الكوتة. نأمل أن هذه النسوة يكونن فعالات في مجلس النواب للمطالبة بحقوق المرأة وإبراز دورها الفعال في المجتمع العراقي. نعم، قياسا بدول المنطقة ودول الشرق الأوسط، يعني أين يقف قانون العقوبات بالنسبة لهذه المادة في العراق؟ هل تعتقدين أنه متطور أو ربما يحتاج إلى مراجعة وتعديل؟ القانون حين ينفذ ينفذ بالأخص على يعني بوجه الخصوص على المرأة، يعني تكون معاقبتها أكثر من الرجل، يعطي للرجل أحقية بسبب أنه مجتمعنا ذكوري عشائري قبلي. الأعراف العشائرية والنظم العشائرية هي الطاغية على المجتمع العراقي، ومن ثم هناك كثير من النسوة تتعرض للتعنيف وايضا للضرب وايضا لمشكلات عديده في يعني في المجتمع العراقي، ولا تذهب ل يعني مركز الشرطه او تشتكي على زوجها بحجه هذه الاعراف والتقاليد الممنوحه في الشعب العراقي. نحن لا نشجع على انه المراه دائما مثلا تذهب لي يعني تشتكي على زوجها في كافة المجالات، لكن هناك أطر قانونية تحفظ حقها، لأنه ما هناك من الضرب ما يصل للقتل أو الحرق أو التعنيف الأسري حتى تعنيف الأطفال. رأينا في الآونة الأخيرة ظاهرة تعنيف الأطفال في المجتمع العراقي وتعنيف الزوجة وحرقها وقتلها. هناك كثير من الظواهر الغير مألوفة لدى مجتمعنا العراقي بسبب غياب الوعي والفهم وقلة القوانين الرادعة لهذا القبيل من المشكلات التي تخص المجتمع العراقي والأسرة العراقية بوجه خاص. فهناك عقوبات لا تكون بمستوى الحدث، فبالتالي الجاني يأمن من العقاب ويأمن أن هناك الأعراف العشائرية بما يعرف الفصل أو الدية سوف يأخذ حقه منها وتسقط عنه العقوبة القانونية. فأتاحت لي الشخص العراقي أو الرجل العراقي المضي بهذه الأشكال العنف سواء على زوجته أو أخته أو أطفاله.
نعم، أخيرا المشرع العراقي الذي صاغ قانون معاقبة القاتل لأحد محارمه بسجنه 3 سنوات كما ذكرت قبل قليل تحت مسمى غسل العار، هل يكتفي يعني باعتراف القانون العراقي، هل يكتفي باعتراف القاتل بجريمته أم أنه أيضا يتحقق من جثة المجني عليها؟ اولا هم يعني هذا شغل الادله الجنائيه انه تكون هناك تحقيقات وباعتراف القاتل وبالوضع الذي تمت فيه الجريمه يعاقب بهذه الماده، لكنه مده الحبس قد لا تصل الى 3 سنوات، من الممكن ان يكون هناك حكم مخفف لهذه الجريمه ويخرج منها القاتل خلال اشهر بسيطه، ولو ان هذه المراه يعني لو نعكس الادوار وتكون المراه هي من قتلت زوجها مثلا ضبط بوضع الزنا، فتكون العقوبة لديها من أشد العقوبات يعني الموجودة في القانون العراقي، قد تكون إلى الإعدام أو الحبس المؤبد، فهذا إجحاف أيضا بالعقوبة. نحن نطالب بالموازنة ولا نطالب بمثلا أنه تكون هناك أعراف وتقاليد يعني هي تضغو على المجتمع العراقي، نطالب بالموازنة حتى ليس في الحقوق فقط ولكن بالردع والقوانين التي تخص المرأة والرجل. نعم، أود أن أشكرك الباحثة في الشأن السياسي سهاد الشمري، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.